من انتزاع لقب الدوري الاحترافي ويصير ايضا ليه تحقيق الغايه المرجوه وهي انتزاع لقب غالي وثمين بقيمه كاس العرش كره اماميه من صابر بوغرين. يبحث عن التمرير الجهه اليمنى صوب بوركسو ضاعت له ايمانويل تعود مره اخرى للرجاء حاول المرور للتمرير عدم الفاتي يرفع اماميه لا تزال للرجاء كره داخل منطقه الجزاء جول جول اول للرجاء يفتتحون التسجيل في الدقيقه الرابعه يسري بوزوق يتخطى كل الحدود يضع الكره في الشباك معلنا على الهدف الاول للفتي لعب الكره استقبلت من الدفاع لعبات بهذه الكيفيه يسري هو من استثمر لان بوركسوت هو من تابع داخل منطقه الجزاء يسري اتم العمليه الهجوميه بالشكل المطلوب النوفل الزرهوني وصاحب الاسيست وتمريره الهدف جيده عبد الفتاح حضرات تمرير اماميه داخل منطقه الجزاء فرصه فرصه جديده فريق جيش الملكي وتالق الحارس لازلنا في الشوط الاول الذي يصل الى دقيقه 28 عبد الفتاح حضرات يرفع كره اماميه كره جيده داخل منطقه الجزاء بحث عن التصويب كره عند حريبات ممتازه كره هدف جول زحزوح يضع الكرة في الشباك يعلن عن هدف التعديل 1-1 في المباراة النهائية 1-1 في لقاء نهائي كرة لعبت من حريمات 23 والرجاء فاز الموسم الحالي درع البطولة الاحترافية في 23-24 ويريد أن يحقق هذه النتيجة المرضية كرة مباشرة صوب الحارس أنس زليتي تمت كرة بسرعة كيحافظ على الكره ديالو دافع للامام مدافع كيختار انه تكون عنده امكانيه ديال الضغط على المعترض ديال فريق جيش ملكي كره للرجاء الجهه اليمنى محاوله ممتازه فرصه هدف جول يسجل هدف للرجاء في